وفي صبح وقفت أمام مرآتي وقد بانت على وجهي خساراتي، أرى شخصاً على المرآة يكرهني وما أخساه كره الذات للذات. واسترجعت بعضاً من الأيام ذاكرتي لتأخذني إلى أقسى محطاتي، إلى حب قديم في مدينتنا، إلى وقت به اختلفت قناعاتي، فما فارقت قرب الناس من عبث ولا أقوى على ملء الفراغات، لكن جرحا من الأحباب أقنعني أن القريبين أولى بالخسارات.